إن الوقت وغد لا يطاق عند الفراق، افترقنا وعدنا. من باب الإبداع دائما نتابع المسار، وعلى بساط أحمدي نخوض الحوار. أهلا بكم. من ليل تقصى وتخمني تبدد أحلام، والزمان يغدرني أجمل أيام تضع بطني يا ليل. مشاهدينا الأعزاء، من مملكة الإبداع يحلو الحوار رفقة ضيفنا الحريص على تقديم الأبهى والأرقى الفنان كريم تدلاوي. أهلا وسهلا بك سي كريم. أنا جد فخور وجد سعيد أن بهذه الاستضافة الكريمة، وكالعادة كتفاجئني أستاذ حسام، وفضلك عليا كثير. أهلا وسهلا بك سي كريم، مرحبا بك في مملكة الإبداع وما أكثر المبدعين في المملكة أيضا، ويسرنا أن تكون أنت أول مبدعي هذا البرنامج. إن شاء الله، هذه شرف لي ووسام على صدري أن أستهل معك بمعيتك هذا البرنامج إن شاء الله، ونتمنى له كل التوفيق وتكون فتحة خير إن شاء الله على بإذن الله. نرحب أيضا مشاهدينا بمستشار البرنامج الذي سيضفي على الحوار لمسته المعرفية من خلال تدخل ورأي، الدكتور أحمد دافري. سي أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ سي حسام، شكرا لك. أهلا وسهلا. إذن سي كريم، تابعنا أغنية الافتتاح اللي كانت بعنوان خايف من ليام، مزيج من الأهات والآلام والآمال أيضا، ما الشيء الذي يقلق الفنان اليوم؟ وفي الحقيقة القلق ماشي عند الفنان بوحده، الفنان يعني القلق أصبح الآن يلازم البشر في كل على جميع الفئات. والفنان طبعا لأنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ورهيف قبل أن يكون فنانا إنسان عنده حس رهيف، نعم، يعني يستشف أكثر، نعم، يستشف الأشياء أكثر، نعم، فالخوف يتملكه أكثر ربما من الناس الآخرين. وإحنا دابا كنعيشوا في هذه الحقبة اللي أصبح الخوف سلاح، أصبح يعني أصبحت الخوف سلاح إيديولوجيات. طيب اليوم مما يخاف كريم تدلاوي؟ أخاف أن تتبدد الأشياء الجميلة، لأنه بدينا كنلاحظوا تقلص الأخلاق، تقلص المعنويات، تقلص الأشياء الروحانية في العلاقات الإنسانية، في البعد الجمالي، في الحياة إجمالا، يعني وهذا يقلق ويخيف. طيب هل برأيك يعني أنه تغير المفاهيم والقيم والمبادئ ساهم في ربما تراجع الذوق العام؟ أكيد أكيد، أصبح كل شيء زائف، وكل شيء سطحي، وكل شيء فيه اتجاه مادي وجاف. نعم، ف
هذا يقلق ويخيف أيضا. ما رأيك؟ فقط أنا فنان سي كريم، كما أنت تخاف وعبرت عن مخاوفك، أنا كذلك أخاف أن نسقط في حكم ذاتي على أمور ربما هي تسير وفق ما تسير عليه الأمور بشكل عادي وطبيعي. أي جيل وأي مرحلة ربما سيقول لنا بأن الزمن الماضي هو الأجمل، وبأنها ربما أن هناك انزياح وزيغ للأخلاق إلى غير ذلك. لكن ألا ترى بأن هذا الوقت ربما لديه مجموعة من الإيجابيات، مجموعة من التجارب الفنية الجديدة، مجموعة من الطموحات، وربما قد تكونون أنتم ربما لم تستطيعوا أن تتأقلموا مع تغيرات جديدة؟ الكرة في ملعبكم يعني سي كريم. لا، احنا فقط ناقشنا الوضع الحالي بانتقاد ورؤية حول ما يروج. أما موقعنا وموضعنا كفنانين فهذا شيء آخر. فاحنا لازلنا نبدع، لازلنا ننبش في الجمال، لازلنا نتطلع إلى الأبهى وإلى الأرقى. لكن اسمح لي أستاذ، من منظوركم، من منظوركم ومن ذاتيتكم مرجعيتكم، هل اقتربتم من هذا الجيل، من هؤلاء الشباب، وتعرفتم على ماذا يريدون بالضبط؟ الجيل الجديد يعيش مخاض، يعيش ارتباك، هذا واقع لا نستطيع أن ننكره، يعيش توتر وجو مكهرب، لأنه شئنا أم أبينا هذا الزخم وهذا التكنولوجي وهذا الانجراف القوي لإيديولوجيات قوية و أو تملى على هذه الأجيال. أكيد. لأنه سي كريم، هناك من يقول إن الفنان لابد أن يواكب كل ما هو جديد، يعني ويأخذ بعين الاعتبار اليوم اختلاف الأذواق والمعطيات الحياتية المحيطة اليوم. يعني لازم الإنسان يتماشى مع التيار بوفق طبعا المنظور ديالك والإيديولوجية ديالك. يعني لا بأس أنه نمسك العصا من النص. لا، وليس متفقا مع لا لكن شوف، هناك الجمال وهناك من يقول ذلك، يعني هناك هذا الجمال. نعم. وهناك شيء آخر، الرداء، لنقول الرداء والقبح. لأنه ممكنش نمشيو مع التيار ونديروا أشياء تافهة ورديئة فقط لنواكب التيار، أبدا. لكن من هو الذي يحدد مفهوم القبح والرداء؟ هل هناك قواعد صارمة علمية مضبوطة؟ هو في البعد الفلسفي، الطبيعة هي التي تنظم ما هو جميل وما هو قبيح. الطبيعة إجمالا، الطبيعة لدى الإنسان، الطبيعة التي بيئتنا اللي كنعيش فيها، فهي التي تعطي المقياس العام للجمال وللقبح. ولنتوقف عند ما هو جميل الآن، وتتحفنا لحنا وعزفا لأغنية جديدة إن شاء الله تحت اللمسات الأخيرة. تفضل. وهي كتقول يكون اللي يكون، تقوم الدنيا ويتهد الكون، وينعتوني يقولوا علي مجنون، أنا حالف بالله انت ديالي، ولا توجد حد في هذا الكون يصون حبك ويعز بحالي ويكون اللي يكون. تفضل.
يكون تقوم الدنيا يتهد الكون ويناتوني يقولوا عليا مجنون يكون تقوم الدنيا يتهد الكون ويناتوني يقولوا عليا أنا مجنون أنا حالف باللي انت ديالي ولا يتوجد حد هاد يكون يصون حبك ويعز حالي ويكون تبارك الله عليك. يعني دائما الشيء الجميل يفرض نفسه سي احمد. صحيح. يعني كما قال لك يعني انه احيانا بعض الامور مفروغ منها يعني صحيح. ما لا تحتاج لتفسير لانه نعم. تصل الى نعم. الذوق الى الوجدان نعم. وهذا اللي يمكن ما هذه العلامه الفارقه نعم. بين ما هو سيء وما هو جميل. نعم. انا على مستوى التلقي استاذ فانا قد طربت حاليا يعني شعرت بالنغم شعرت بالمقام شعرت بالصوت شعرت بالكلمة نعم. لأنه يعكس مزاجي مرجعياتي خلفياتي الثقافية لكن أعود دائما الأمر فهو يبقى محصور في اتجاه اختيار فني معين قد لا يروق البعض طبعا. لأن هناك بعض الشباب الذين وأنا على يقين سبق أن ناقشتهم قد يقولون بأن ما تنتجه الآن أستاذ وأنت تقوم تبارك الله بكل شيء كلمات والحان وغناء قد يقول بأنه مثل هذه الأمور قد تجوزت وهم في حاجة إلى أشياء أخرى صحيح فيها صخب فيها تعبير بشراسة بقوة بعنف إلى غير ذلك وهم يعبرون عما يعيشونه هو يعيشون شكل من التوتر شكل من التضارب شكل من الخوف شكل من الفراغ الفكري والثقافي والحسي والمعرفي فهذا كله كيخرج في تعابيرهم في قد لا يتفق معك أستاذ ناس في الراب الذين يعتبرون بأنهم لديهم وعي بالمجتمع بالحياة بالثقافة بالفكر وهم ينتجون كذلك نوع من الغناء الذي يعكس توجه نعم. ويعكس مرحلة ولكن الإنسان ابن بيئته الرب دخيل علينا الرب دخيل من ثقافة أخرى يعني وهل المقامات الشرقية ليست دخيلة على المغرب في أصوله؟ نحن عرب لا قد نقول بأن عرب في مرحلة زمنية نحن معينة نحن امتزجنا مع بعضنا نحن عرب الأمازيغ لسنا كلنا عرب يعني هناك من لن يفهمك في منطقة من المناطق المغربية التي لا تحسن اللغة العربية على الإطلاق إيه ولكن الموسيقى تنفد يمكن ما يفهمش الكلام ولكن الموسيقى كتوصل وكيحس بها حتى الراب يمكن أن يصل بالموسيقى ليس فيه نشاز ليس فيه نشاز معزوف بطريقة دقيقة الراب أنا أعتبره شكل من الأشكال الموسيقى فيه ضئيلة جدا لأنه ستون بوكل غيتميك وهما كينزلوا عليها كلام منسق على حسب البوكل غيتميك أنا لا أجد في هذا موسيقى هو أي إنسان كذلك سي كريم يعيش في المغرب في هذا البلد الجميل الذي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والتطور الدائم يعني ينتابه شعور بالفخر والاعتزاز أيضا وبالنسبة للمبدع يجب أن يكون ذلك إلهاما لأعماله لأعمال جميلة لكي يعطينا أعمال جميلة وهذا ربما يعني مصدر لإلهام كذلك إضافي عند المبدع هنا في المغرب أكيد الفنان ضروري يستلهم من أي شيء يحيط به كما كان نواو
ألا يجب أن ينعكس ذلك على تلك الأعمال بين قوسين الرديء التي مثلا رانا نشوفوها اليوم سي كريم؟ يعني أنه الوجود في المغرب في بلد جميل فيه كل معطيات النجاح وكل مقومات الجمال يجب أن ينعكس أيضا على الساحة الفنية. لابد من مجهود كبير وتنسيق للمجهودات من طرف عديد من الفعاليات باش نوصلوا لهذه النتيجة هذه ويكون توازن، لأن أصبح الآن الإعلام الرسمي يخضع إلى المواقع، المواقع التواصل الاجتماعي نعم أصبح خاضعا لها أكثر من متأثر. يعني هي كتسيره وهذا ليس إيجابي. أنا كنفضل وأتمنى أن الإعلام الرسمي يدير توازن وأن ما يروج في الإنترنت ماشي ضروري يكون صحيح، ماشي دائما صحيح. فالإعلام الرسمي يدير توازن، يخلي الأمور بسواسية لأنه لا زالت عنده مصداقية، ففي الإعلام الرسمي كيعطي مصداقية وتتويج إلى أي شيء، عمل معلومة كما كانت تبغى تكون. الإعلام الرسمي يصادق عليها. تكلمنا عن جمالية الوطن سي كريم، وأنت من المبدعين الذين تغنوا بالوطن، لنتابع. الحمد لله أنا مغربي، بلادي عايش فنجا، جد الله جناني، ريتي عاليا بهجا، والأمان عليك يا بلادي. بلادي سلام عليك يا الرايا رمز الوطن، عليك الأمان وعليك الله حاطية من كل مكسات، دعوات الصالحين السماء وصلات من قديم الزمان، وعين الرحمن رعيك وحسن الحصين. سلام عليك يا الله يا رمز الوطن، عليك الأمان وعليك الله حبيب كل النساء، دعوات الصالحين السماء وصلات بأكيد الزمان، وعين الرحمن حبيب والحسن الحصين. إذن تابعنا هذا المقطع من أغنية تترجم عشق الفنان لوطنه، هذا الوطن اللي يستحق منا الكثير وخاصة يعني من الفنانين المبدعين سي كريم. أكيد الانتماء هو شيء جميل، نعم. وشيء ضروري في الحياة، إنسان بدون انتماء لا وجود له، بدون هوية كذلك، بدون هوية فأنا أعشق هذا التراب وأحيا بنكهة رائحته، فتعبيري هنا هذه قوة الإنسان أصلاً. هذه قوة الإنسان هي السر، نعم هي السر في الكينونة، نعم. أكيد ما غنيته ما هو إلا ترجمة تعبير تلقائي. نعم أنا فقط بخصوص موضوع الارتباط الفنان بالوطن، وهو أمر يبدو لي يجب أن يكون حتميا، لأن قيمة الإبداع في مدى ارتباطه بالأرض بالذات التي تفاعلت مع الهواء مع التراب مع كل هذا صحيح، لكن
ألا يمكن أن نلاحظ أنه الفنان أحيانا فهو يكتفي بإنتاج الفني ولكن يبتعد أحيانا عن الفعل الحقيقي داخل المجتمع من خلال استقطاب عن طريق العمل في الميدان؟ إيوة ضروري خص يكون عنده تأثير، ضروري، لأن الفنان لا سيما لكن عنده جمهور كيتابعوا كيهتم أعماله، ولو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التي لديك أنت تحفظ عليها في البداية. لا هي ماشي كلها سيئة، ضروري فيها جوانب إيجابية، إنما كما قلتي الفنان والمفكر والمثقف ضروري أنه يكون عنده دور فعال في تلقيح صحيح الذوق عند الناس والفكر وتمرير رسائل عميقة لهؤلاء الناس، ويكون عنده يعني لأنه ليس تاجر يبيع ويشتري لا ويكتفي بأن يأكل طيب مما ينتج أبدا. طيب سي كريم، هذه الرسالة دياله لكي نغلق هذا يعني المحور. الفنان الغيور والحريص اليوم على مصلحة الساحة الفنية، كيف يمكن يعني أو بأي طريقة يمكن أن يرد على ما يراه غير مناسب اليوم؟ بوحده ما يقدرش، كما قلت لك قبيله لازم عديد من الفعاليات وعديد من يعني الناس اللي مسؤوله على الميدان انهم يكتفوا المجهودات لتفعيل هذا الرد ضد هذا الصخب الآتي والوافد من جميع الاتجاهات. يعني تكون منظومة كاملة أكيد. أنه تحمي هذه الساحة الفنية من الرداء أو من تراجع الذوق أكيد. العام أكيد. إن صح التعبير. طيب كذلك سأنني هذا المحور غناء أيضا كذلك بإحدى روائع ديالك. غادي نخرج من كريم تدلاوي وغادي نمشي عند حيت البارح هذه أو هذه أسبوع سمعت واحد الأغنية غير متداولة. نعم. أستاذ عبد الهادي بالخياط الحاج الله يشافيه، وعجبتني بزاف هزاتني وبغيت نقاسمها معك. تفضل كل سرور. شي ناس غدرهم ألمني، غدرهم ألمني، صبري يا عيني لا تبكيش، يا عيني لا تبكيش، وعذاب البارح علمني، عذاب البارح علمني، نتهنى والمهم نعيش، والمهم نعيش. شي ناس غدرهم ألمني، وغدرهم ألمني، صبري يا عيني لا تبكيش، يا عيني لا تبكيش، وعذاب البارح علمني، عذاب البارح علمني، نتهنى والمهم نعيش، والمهم نعيش. لا باقي حد يكلمني الكلام اللي ما ينفعنيش، لا باقي حد يكلمني الكلام اللي ما ينفعنيش، اكتر من مرة ندمني هاد القلب الطيب لهشيش. الله تبقى هذا الروائع هي النقطة المضيئة في عالم الفن وعالم الأغنية. أكيد. تبارك الله عليك سي كريم. الآن مشاهدينا سنتحول إلى فقرة في الصميم، وهي إجابة مختصرة عن بعض الكلمات. سي كريم، أنت كفنان، نعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هي نعمة أم نقمة بالنسبة للفنان أو بالنسبة لك؟ هي كما يقول المثل، في كل نعمة نقمة، فهي سلاح ذو حدين، يعني فيها النعمة وفيها النقمة. طيب الصداقة اليوم حاضرة شكلية أم غائبة تماما؟ لازلت تؤمن بأن هناك صداقة اليوم؟
مازال خير. مازال الخير. مازال الدنيا بخير. مازال الدنيا الحمد لله. وإن شاء الله. ما الذي يسعد كريم تدلاوي؟ دعاء أمي. جميل. وكيف ترى المستقبل؟ أنا إنسان مؤمن بأن الله رحيم بعباده، وأن الله لن يتخلى عن عباده، ولن القادمة أفضل إن شاء الله. وكلمة أخيرة كذلك من سي أحمد. نعم، أنا سؤالي هو أنه هل مستقبلا تريد أن تبدع في نفس الاتجاه، أم تريد أن تغير الاتجاه وتجرب قوالب وأساليب أخرى جديدة في ذهنك؟ لن ألبس جبة ليست جبتي. ذات المسار، ذات المسار. طيب طيب، الشكر لضيفي البرنامج الفنان كريم تدلاوي، شكرا جزيلا، شرفتنا زي كريم. الله يطول عمرك سيدي حسام. اهلا وسهلا بك، أنا اللي ضيفا عزيزا دائما. الله يطول عمرك ويحفظك وينجيك. الشكر موصول لمستشار البرنامج الدكتور احمد دافري، شرفتنا دكتور. شكرا لك. قال بيكازو: العمل هو المفتاح الاساسي لكل نجاح، اتقن القواعد كمحترف حتى تتمكن من كسرها كفنان. وقالوا أيضا: إن الفن هو الحياة، لكن فن الحياة أن تحيا حياتك بفن. تحية وإلى اللقاء.